الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وذهاب غمنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قارينا وفي القبر مؤنسا وفي الخيرات إماما ودليلا وعلى الصراط نورا. إخوة الإيمان والإسلام، من داخل هذا الصرادق المقام تكريما لروح زكية صعدت إلى رب غفور، أدعو الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش وإياكم مع دستور الأرض والسماء مع معجزة الهادي البشير القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة من كتاب الله العزيز يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حسني جلهوم. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وَمَا إلا
وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما إلا مبشرا ونذيرا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وأرسلناك إلا مبشرا قل ما أسألكم عليه من أجر قل ما أسألكم عليه من أجر إلا ما شاء
وتوكل على الحي وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وسبح بحمده وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوبه خبيرا وكفى بي بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن فهم الجائلون قالوا سلاما وإذا خاطبهم الجائلون يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا
وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يلقى ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلا من إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا وسلاما خالدين فيها مستقرا ومقاما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أيها السادة المعزون استمعنا نحن وإياكم إلى دستور الأرض والسماء ومعجزة الهادي البشير القرآن الكريم آيات بينات من كتاب الله العزيز
تلا على ما سمح حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد حسني جلهوف القارئ والمقيم بدبركي مركز ومدينة منوف بالاشتراك مع الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية وكبرى مخازن الفراشة بالمنوفية إدارة المتوكل على الله الحاج فتح الآرح بمنوف. أيها السادة المعزون شكر الله سعيكم.